بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات سريعة وهامة عن القواعد المسلحة. في نجارة القواعد المسلحة بيتم ربط فتحات السملات بشكلات أو طفش بتاع السملات عشان فتحة السمل تبقى ثابتة. يعني إيه؟ يعني لو فتحة السمل مثلا 30 سنتي، لو عرض السمل 30 سنتي والخشبة اللي محطوطة دي ما هياش موجودة، الفتحة دي تقدر إنها توسع وتقدر إنها تضيق وانت شغال، وممكن الجنب كمان يميل. عشان كده حضرتك لازم تحافظ على البعد بتاع فتحة السمل، فراغ السمل، عشان تقدر تثبت الفتحة دي يبقى لازم تحط الخشبة دي وانت شغال. فتخلي بالك انها مهمة جدا 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 عشان الابعاد بتاعتك ما تتغيرش وانت شغال. يبقى دي اسمها طفش السمل او شكال بيربط السملات ببعضها البعض. بشكر حضراتكم واسألكم الدعاء، جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.